أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر رياض أحييكم ويطل عليكم يوميا من شاشة قناة الرشيد وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة بأخبارنا بمتابعاتنا بضيوفنا ونجومنا المتواجدين معنا في استوديو حديث الملاعب. البداية راح تكون من التسريبات التي خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي لكابينة رئيس الوزراء المكلف للحكومة القادمة اللي المفروض يوم غد راح يتم التصويت عليها. هذه التسريبات كانت ضمن كابينتها وزير الشباب والرياضة والوزير المكلف للفترة القادمة في الحكومة الانتقالية هو السيد أحمد أو الدكتور أحمد وليد عبد الرحمن الدوري، هو الوزير القادم الذي سيخلف ربما وزير الشباب والرياضة الحالي الدكتور أحمد رياض. أحمد وليد الدوري هو عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة منذ عام 2019، وأيضا مكلف بمهام تسيير أعمال مساعدة جامعة للشؤون الإدارية وكالة في الجامعة المستنصرية. إذن وزارة الشباب والرياضة ستكون للأستاذ المساعد أو الأستاذ الدكتور أحمد وليد الدوري عميد كلية التربية البدنية والرياضة وعلوم الرياضة للجامعة المستنصرية. سي في شاهدتو، سي في أمامكم، سي في ربما هو أكاديمي أكثر مما أن يكون مختص بالشؤون الرياضية. لحد هذه اللحظة من دخولنا إلى الاستوديو إلى الآن الدكتور أحمد وليد الدوري هو ربما الوزير المكلف لقيادة حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة. نتمنى أنه كنا نمني النفس بأن الحقيبة الرياضية أو حقيبة وزارة الشباب والرياضة تكون لأهل الشأن وأهل الاختصاص الرياضيين بعيداً عن طموحاتنا. ما عندنا أي اعتراض مع الدكتور أحمد وليد الدوري اللي هو عميد كلية التربية، لكن في نهاية المطاف هي أمور إدارية بحتة في الجامعة وهو شخص أكاديمي. كنا نمني النفس بأن تتواجد شخصيات رياضية كما حدث في أحمد رياض لاعب المنتخب الوطني بكرة اليد، وأيضا التسريبات كنا فرحانين بها عندما وصلت إلى مسامعنا أنه الكابتن حسين سعيد ربما، الكابتن أحمد راضي، الكابتن شرار حيدر، كثير من الأسماء كانت مرشحة لليل لقب وزارة الشباب والرياضة، لكن السياسة ودهاليس السياسة هي لحد هذه اللحظة أنا أقول أنه الأستاذ أحمد وليد الدوري هو وزير الشباب والرياضة. ومننا الباشر مثل ما نقول بالعامية، ميت عمامة تتغير وما تعرف شنو اللي راح يصير، راح تمر الحكومة لو ما تمر وننتظر وزراء جدد. لكن علينا نتمنى شخصية رياضية مهمة جدا، لأن هذه الحقيبة هي اختصاص للشباب والرياضة نتحيز إحنا بيها نفسنا. لذا نتمنى أن يكون الوزير رياضي من أي فئات الرياضة، سواء كرة قدم، ألعاب قوى، يد، سلة، طائرة، من أي فئة من فئات الرياضة، لأن في نهاية المطاف هذه الحقيبة هي لاختصاص ولأهل الرياضة. المتابعة الأخرى اللي دائما إحنا مستمرين في عرض حالاتنا إنسانية، لاعب منتخب شباب العراق للمويتاي من بطل آسيا، وهذا اللاعب متجه إلى العالمية بشكل كبير إلى عمالة. العمالة عامل يشتغل بالعمالة، وبسبب العمالة أصيب بالانزلاق في ظهره. ماهر حسان والتفاصيل. مساكم الله بالخير، اليوم متواجدين في اتحاد المويتاي لإنصاف واحد من الرياضيين اللي ممكن نعول عليه كثيراً أنه يكون بطل أولمبي في المستقبل، ولكن من الإنجاز الأولمبي إلى العمالة والإصابة ننتظر، ودائماً نقولها نحتاج مسؤولين يدفعون المعوقات أمام رياضينا حتى نحقق الإنجاز.
لقيت اليوم شيء تستند عليه، لأنه بصراحة ما لقينا لا مسؤول اللي تستند عليه ويوقف لك بهاي المحنة، ولا شخص ممكن غير الكابتن مصطفى مثل ما أعرف. أريد أعرف أنا شلون وصلت الإصابة لهاي الدرجة، انزلاق بأكثر من فقرة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما ذكرت انصابيت ظهري انزلاق الفقرة الأولى والخامسة بسبب أن اضطريت أن أشتغل عمالة من أجل المعيش، لأن وزارة الشباب والرياضة قطعوا علينا رواتبنا ومستحقاتنا. أنا مثل ما ذكرت جايب بطولة عالم 2019 برونزية وجايب ذهبية آسيا وماكو أي تكريم، بس أسان له أنه ابن مسؤول أو بنهاية رواتب كلها طلعت. بس إحنا الرياضيين دائما الأبطال العالم أو هي شيء مظلومين بالعراق، يعني شوف أنت بطل عالم أو يشتغل أو حتى يعيش، فإحنا الرياضيين مظلومين. حمود، أنا على حد علم أنه الاتحاد الإماراتي رسل استفسار حتى ممكن يطمئن على صحتك وممكن يساهم بموضوع علاجك. اي صحيح، هي هاي الكارثة، يعني عالم الغربة هاي يسألون على وضع صحك، اما المسؤولين بالعراق متين يحافظون على الكرسي لا يسألون على صحتك ولا شيء، اما العالم الغربة يعني يشوفون صحتك. طبعا كلها تقدير الاتحاد الاماراتي. انا اريد اعرف انت ايش قد راتبك وايش قد صايلك ما مستلم راتب؟ انا راتبي 150 الف، صار لي حوالي 3 اشهر ما مستلم. يعني 150 الف وقاطعيها؟ صار 3 اشهر ماكو، وجبنا انجاز اسيا وهاي ماكو اي تكريم بسبب الوزير. انا اتصور من استلم السيد وزير الشباب والرياضة مهام عمله، أصابت الرياضة العراقية بفيروس كورونا. الرياضة اليوم معطلة، الرياضة اليوم مشلولة، كل الاتحادات مشارك، لا نشاطات داخلية لا خارجية، بدينا نفقد الأبطال، بدينا نفقد الشباب، عدم المحافظة على هذه الطاقات. محمد هو نموذج من مجموعة من الأبطال، عندنا لاعبين اليوم ببيوتهم بسبب الإصابات، بسبب عزم الدعم، بسبب أنه انقطع رواتبهم، مخصصاتهم، طموحهم، مشاركاتهم، كلها قتلها وزير الشباب والرياضة. رب مكان ما يبارك وزير الشباب للإنجاز الأخير اللي حصلنا في بطولة آسيا، 8 ميداليات حصلنا من ضمنها 2 ذهب. الوزير شكك بهذا الإنجاز وهذه ألف علامة استفهام حقيقة. كابتن، مو شوي ممكن كلمة قوية جدا أنه تقول وزير الشباب والرياضة قتل الرياضة؟ والله حقيقة أنا أصور هاي كلمة قليلة جدا في ظل الوضع اللي الرياضي اللي يعيشه الآن. يعني شنو القدمة الوزير من أجل دعم الاتحادات ودعم الرياضيين؟ هو بالعكس حاربهم، قطع أموالهم، قطع أرزاقهم، قطع مشاركاتهم، عطل الرياضة العراقية بسبب هذه إجراءاته التعسفية بحق الاتحادات واللجنة الأولمبية. تحياتي للمجتهد كابتن مصطفى، لكن أقول هذا شوية تهجم على وزير الشباب والرياضة. الرجل عمل واشتغل وكان جزء في كثير من الأحيان في حل أزمات مهمة جدا في الرياضة العراقية وآخرها اتحاد كرة القدم. إذا مشكلة الفوضى اللي كانت في اللجنة الأولمبية والأموال والاتحاد، فهذا سيستم دولة عام ماشين إحنا في فوضى طبيعية. عد ما تجي ترتب الأمور بالتالي راح تصطدم بروتين قاتل. وبنهاية المطاف أنا أقول الوزارة عملت ما عليها خلال الفترة الماضية، وبحكم الجميع أنه لجنة القرار 140 عندما ترأسه الدكتور أكرم العطوان كانت بيرفكت وجيدة على حد علمي، وكل رؤساء الاتحادات جوي وباركوا للعمل اللي يشتغل به أكرم نعيم العطوان. المتابعة أو مو المتابعة، راح يكون هناك خبر مهم جدا تعقيبا على الأسماء للبارحة تحدثنا بيها، وال14 شخصية اللي المفروض تروح تقابل لجنة الاتحاد الدولي والآسيوي. تقرر أنه يوم 6 آذار 2020 في الدوحة راح يكون هناك موعد لمقابلة لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذه اللجنة راح تقابل الشخصيات 14، وعلى أثرها راح يتم اختيار الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم. وبالتالي هذه الهيئة المؤقتة راح تتكون أما من 5 شخصيات أو 7. المعلومات اللي نمتلكها والحصرية والخاصة بينا أن الكابتن شرار حيدر اعتذر عن الذهاب مع الهيئة المؤقتة أو مع الأسماء المطروحة، ويوم غد أو يوم الأحد أيضا الدكتور حسن الحسناوي راح يقدم اعتذاره إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وما راح يسافر معاهم. فبالتالي راح يكون هناك 12
شخصية متواجدة، وربما الاعتذارات راح تكون أيضا متواجدة من الشخصيات الأخرى. لذا هذه المعلومات اللي نمتلكها، الكابتن شرار حيدر اعتذر رسميا من الذهاب، وأيضا السيد حسن الحسناوي راح يبلغ اتحاد كرة القدم بأنه ما راح يكون متواجد مع اللجنة اللي راح تقابل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الموضوع الآخر اللي راح نتحدث به هو أزمة نادي كربلاء. هذا الموضوع المهم جدا اللي تحدثوا بأعضاء الهيئة الإدارية، واليوم كانوا متواجدين في مقر وزارة الشباب والرياضة، وأيضا السيد الوزير باكر راح يقرر أنه يحل هاي الهيئة الإدارية ويسوون هيئة إدارية جديدة لنادي كربلاء. شنو اللي جاي يصير بنادي كربلاء؟ ما نعرف شلون كانت تدار الأمور في نادي كربلاء، ومن هو المسؤول عن إدارة الأمور والصفقات المالية والتفاصيل، كلها راح نتعرف عليها من خلال هذا التصريح مع ماهر حسان. لاعبين دوليين سابقين ممكن هدرت خلال الدورات السابقة؟ والله هي أكيد اي، لانه ما كان انه فرصه للاعبين الدوليين السابقين، واعتقد في هالمرحله ان شاء الله راح تتصلح. ما كان عندكم صوت قوي مثل هسه؟ والله مو ما كان عندنا صوت قوي، انا ارجع واقول رئيس النادي السابق كان سبب رئيسي بكل الامور وكل المفاصل اللي الان احنا نقول بدا صمام الامان، احنا نقول بدا الافاق تنفتح امام نادي كربلاء. بس بالحقبه السابقه مع احترامات يعني كان العمل غير صحيح، كان اجتهاد شخصي، كان مع احترامات للاستاذ احمد رئيس النادي والاستاذ وليد، كان تهميش ادوار، كان اجتهاد شخصي وعمل انفرادي. كان اكثر من مره سمعت انه صوت كربلاء يعني انا يعني بين هلالين اخليها واتحفظ على الموضوع، بس هذا الحديث اللي يدور كانت بالاوساط الرياضيه بانه صوت كربلاء ممكن يباع بثمن بخس. والله صحيح صحيح، مع الاسف احنا ذاك اليوم فاجئنا الكابتن يونس محمود بطرح هذا الموضوع، قال يعني اني اجاني طرف ثالث من قبل رئيس النادي السابق وطرح علي بانه عرض مبلغ مالي، يعني والله العظيم يعني احنا تفاجئنا. يمكن استاذ احمد موجود ان شاء الله، بحول الله ان شاء الله الممثلنا الكابتن صاحب عباس. ما كان لكم اجراء بعد ما انه وصلت القضيه الى انه اداره كربلاء صوتها يباع بهيجي اثمان؟ احنا هسه يلا عرفنا هذه يعني ورا الانتخابات اللي اجريناها، احنا بعد بسبب التقاطعات والسياسه السابقه اللي صارت ضد وزاره الشباب والرياضه وبالمحافظه صارت تقاطعات مع الاتحاد ايضا تقاطعات، احنا يعني على ضوء هذا سوينا انتخابات والحمد لله والشكر طلعت هاي الهيئه الاداريه المنتخبه القانونيه. انتم كابتن يونس تحدثتوا معه بهذا الخصوص؟ نعم، ذاك الاسبوع باللقاء مع الكابتن عدنان درجال التقينا وشرحنا له الموضوع وقلنا له يعني واحنا صادقين اي علم ما ان بهذا الموضوع، لان مثل ما تعرف اللي يمشي على رجليه يعني ما يتمن عليه. للاسف استاذ ماهر نادي كربلاء في الفتره السابقه استغل مصلحه شخصيه لرئيس النادي السابق، جير النادي كله، والدليل عندنا عقد مع وزاره الشباب والرياضه لملعب كربلاء اللي قيمت عليه، اللي احنا متاملين بان هذه المحلات اللي قيمت على الملعب يكون ايرادها للنادي. طلع هنا الاخ بالوزاره مقدم تنازل عن المحلات للوزاره. تعرف احنا هو ماخذ يعني بدون عمل، هو بفقره بالعقد ما موجوده، وتعرف هو متواجد ببغداد لا موظف ولا عنده درجه وظيفيه، واحنا موظفين هناك وما متصورين لحد هاي اللحظه بان واحد يبيع محافظته. اكو ما مصورين لحد هاي اللحظه، ما مستوعبين بان واحد يبيع نادي محافظته، هذا النادي هاي المحافظه اللي قدمت الشيء الكثير، يبيعه لمصلحه شخصيه ويتاجر بالنادي وبمحلات النادي. ويعني امور هواي تضحت لنا يعني خلال هاي الفتره، تعرف انت بعد ما تولينا الاداره يعني والتقينا بالاخوان يعني تضحت امور هواي مع الاسف اساء لسمعه كربلاء ولنادي كربلاء. وهذا الموضوع ممكن بفساد مضاعف انه جهة حكومية وجهة ممثلة عن نادي محترم ان شاء الله. اكو صفقة كبيرة لمدير عام وزارة الشباب والرياضة، صفقة كبيرة، اكو تعرف تنمية الاقاليم اجت كل نادي الام الى مليارين، فعلى ضوء هذا الاساس على هذا الاساس انه صار خصم من هذا المبلغ تقريبا، نعم خصم من هذا المبلغ، ومستعد يجي وان شاء الله بالايام القادمه اقول لك بالاسم ويجي ونتواجه واقعد وياه واقول له هل قد موعدك انه ب 500 مليون
مواعده بانه يطلع هاي المليار ونص ياخذين. هاي كارثه اكبر. يعني انا ممكن على نادي مؤسساتي نادي عنده امور ماليه زينه اسوي هيك امور، بس كربلاء وضح المال صعب جدا. مع الاسف شوف انا من قلت لك بدايه حديثي قلت لك انا الاداره ما عندها علم الاعضاء الاداره، بس هذا اجتهاد شخصي من قبل رئيس النادي كان يشتغل. هذا المدير عام في وزارة الشباب والرياضة نقدر نعرف اسمه؟ نعم. لا بعد أنا أقول لك بالأيام القادمة إن شاء الله. يعني والله ما أعرف كابتن صاحب، أتمنى أنه نسمي الأمور بمسمياتها، بما أنه قلت أكو صفقة كبيرة جدا بين رئيس النادي ومدير عام في وزارة الشباب والرياضة، نتمنى عمي نعرف الأسماء يا أخوان. إلى متى إحنا نظل نحكي بالدبلوماسية؟ البلد انوكل، الرياضة بأزمة، الفاسدين أكثر من المصلحين، واليوم ألزم نفسه. وأني أدعو لحلقة إن شاء الله راح تكون يوم السبت الصاحب عباس حتى يسمي الأمور بمسمياتها، مثل ما سابقا كابتن فلاح منفي قال أكو حيتان كبيرة في وزارة الشباب والرياضة، وإحنا تحدثنا بجزء من هذه الحيتان في برنامجنا عندما تحدثوا المقاولين شلون يتعرضون للابتزاز من قبل بعض الموظفين والمدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة. نتمنى انه عندما تطلق الكلمة انه نكون قد هاي الكلمة، لو ما نتحدث افضل، لان هذا يدخل ضمن اطار الابتزاز. اذا انت تتحدث وما عندك معلومة ووثيقة ودليل، فبالتالي انت جاي تضغط على الشخص الاخر حتى يمشي معاملتك، وهذا الموضوع ما يصير. لازم نتحدث بمصارحة ونكشف الامور 100%. نروح الى فاصل مشاهدين الكرام، من بعد الفاصل راح تعرفون ضيفنا المتواجد معانا في برنامج حديث الملاعب، لا تذهب بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، من جديد ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق الكابتن علي عباس، أهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاعب. أهلا بك سي عمار، فرح كلش بوجودي وياك اليوم، وهاي فرصة نتعرف على الجمهور والجمهور يتعرف علينا من جديد إن شاء الله. أنا قلت سابق لأن بعد ما تلعب ويا المنتخب الوطني. لا 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 بعد ما بعدك لحد الآن. اليوم لا. كل الناس تسأل علي عباس وين راح، أجل الزوراء، رجع لأستراليا، سافر إلى كوريا، وبعدها ربما الأحاديث أستراليا مع فريق من الدوري الأسترالي، لكن المعلومات مثل ما نقول شوية راحت عن علي عباس. أي صحيح. لا بالفعل أنه بعد الاحتراف بكوريا رجعت الفريق ولنتن فينيكس اللي هو مشارك بالدوري الأسترالي. نعم. بعدها حبيت أرجع للعراق ألعب، لكن الظروف ما سمحت لي، شوية كانت عندي ظروف خاصة بي ما قدرت أجي ألعب بالعراق هنا. فلهذا السبب حبيت أنه أرجع لأستراليا وأخذ راحة، كانت الراحة 7 أشهر إلى 8 أشهر. جتني عروض لكن شوية حبيت أبتعد عن كرة القدم. بعدين رجعت يعني لأستراليا، تمرنت ويا فريق هناك، فهسه هنا احنا رجعنا للعراق شوية. هسه رجعت للعراق عند اي رجاء تجربه لو زياره عائله؟ والله هي زياره عائله وتجربه، لانه انا عندي عرض ان شاء الله راح التحق فريق الشهر السادس في الدوري الاسترالي. في الدوري الاسترالي ان شاء الله، بس حبيت اجي اللي جاي، يعني قلت اجي العب شويه خاطر اللياقه البدنيه مالتي يعني تكون باحسن حال. تعرف الدوري الأسترالي شوية يختلف عن باقي الدوريات، كلش يعني لازم تكون بلياقة عالية جدا، فحبيت أجي اللي جاي، هي زيارة للأهل وهي يعني إن شاء الله لعب. لعب؟ إن شاء الله. يعني لعب مع فريق معين ولا؟ والله هي هواني قبل لا تصير المظاهرات بالعراق كنت أحكي ويا فريق جماهيري واتفقت، لكن تعرف الظروف اللي دارت بالبلد خلتني أتأخر عن المجيء للعراق والتحاق بالفريق،
بعدها جيت اللي جاي تعرف المدة كانت قصيرة ما قدرت ألتحق بالفريق، فمنتظر إن شاء الله عن قريب يعني كل شيء بيد رب العالمين إن شاء الله نلتحق فريق جديد إن شاء الله. يا هو الفريق الجديد؟ والله بعد لحد هسه يعني أكو. أنت قلت فريق جماهيري. لا قبلها فريق جماهيري بس إيه كنت أتمرن الصراحة مع الطلبة كابتن بهاء اللي هو أخو علاء كاظم. فريق الطلبة طبعا فريقي وعندي تربطني يعني علاقة محبة بعلاء، رغم أنه صار مدة طويلة متواصلين بس لكن تعرف علاء كاظم اسم كبير وأكن الاحترام كلش لأنه لحقت عليه بآخر أيامه. فاتصل بي بهاء كاظم خط يعني وقال لي قال لي ممكن تجي تلتحق بينا، قلت له دل، فرحت التحقت أسبوع فما صارت يعني. ليش ما وقعت ويا الطلبة؟ مو ما وقع، أنا بدي أوقع لكن يعني ما أعرف السبب شنو، ما كان الاستقبال الكادر التدريبي ما كان بالمستوى المطلوب. أحمد خلاف عنده مشكلة وياك؟ أحمد خلاف لا ما عنده مشكلة وياي، بس يعني ما كانت عنده قناعة تامة احتمال يعني. أحمد خلاف ما عنده اي قناعة بعلي عباس؟ اي احتمال يعني هيك شيء يعني. انا هيك وصلتك المعلومة؟ وصلتني المعلومة واكو ناس وصلت لانه علي عباس صار له سنتين ملاعب ما يتمرن. اوكي انت مو دخلت ويا الفريق؟ اي دخلت شافني الحمد لله لعبت شوط ويا الفريق، لكن ما اعتقد انه كنت الحمد لله والشكر يعني مستواي جيد، لياقتي البدنية عالية فما صارت القناعة. زين عرفك أحمد خلف؟ ما عرفك؟ عرفك على اللاعبين؟ والله لا قال لهم هذا علي عباس لاعب من جيل 2007. تفاجأت أنه مرات أكن الاحترام طبعا للكابتن، مرات الإنسان لما يجي رغم أنه يعني لازم يعني هسان اعترفت برا وشفيت مفروض المدرب يقدم اللاعب أنه فلان إجي يتمرن جديد على الفريق، لكن هاي ما حدثت. بس هاي طبعا فردت الكابتن سامال انه وقفه وقال له كابتن هذا علي عباس. سامال نقذك؟ اي سامال، هي مو انقاذ، هي ما تزغر من شأني ولا تكبر من، بس هي الاعترافية لازم تكون هيك. اليوم صح. لما يجيك ضيف لازم هو هذا المعتاد، هذا المعتاد انه على الاقل يسوون حفل استقبال يعني داخل المستطيل، داخل المستطيل مو ذاك الحفل اللي احنا المعتادين عليه انه اللاعبين فرحه ضحكه يستقبلون. صارت مع بصراحه مع الجويه يعني فرحت من شفت اللاعبين مثلا انه احتفلوا بتواجد احمد ابراهيم وياهم من اجى وقع مع القوه الجويه وايضا اللاعبين. لا مو هي مو بس على يعني مو على على مود هاي، انه لازم تعرف اي شخص يجي للفريق تعرفه باللاعبين خاطر ما تصير يعني شو مثل ما يقول تعارف، حفل تعارف بالنسبة للمدربة وللاعبين. بس يجوز دز لك رسالة مبطنة انه هو ما يريدك او ما مقتنع لا بيك وأنا فبالتالي يعني جاهل الامور. لا الحمد لله هو جاهلها، انا ما يعني ما عندي اي يعني مثل ما يقول اي عداوة بين الشخص، واول مرة التقي بيه طبعا. يجوز ما يعرفك عادي كلش طبيعي. انا هم ما اعرف الصراحه يعني اول اسمع باسمه ما يعني ايه انا عبالي احمد نعمه اول مره صديق يعني قالوا لي عليه احمد نعمه. وين وديتنا؟ لا احمد نعمه الفنان لا بالتاكيد انت اسم لا كبير احمد خلاف منتظر كل الاحترام انسان لا رائع وراقي وايضا مدرب مجتهد نتمنى له ايضا موفقيه مع نادي الطلبه. لكن خليني أتحدث عن هاي المشكلة الثانية مع نادي جماهيري اللي هي الطلبة. كانت عندك مشكلة مع الزوراء، جيت ورحت مثل لا مو هي المشكلة إنه كنت أحكي بيها ويا كابتن أيوب قبل يعني قبل لا ألتحق بالفريق قبل شهر ونص، فاتفقت إنه أجي وياه. زين المهم وصلت فصار ما أعرف يعني صار اختلاف بالموضوع، بعدين التحقت بالفريق على اساس اتمرن اسبوع بس يشوفني خاف مصاب وهاي بعدين تاخرت المده فانا ما حبيت قلت يعني مده يعني ما كان خلاف مالي لا لا ما سربت المعلومه انه علي عباس طلب مبلغ واداره الزوراء ما قاعد ويا اداره الزوراء وانا تفاجئت يعني لما احد الاخوه طلع بالقناه وصرح علي عباس يريد لا ما اتفقت اصلا ولا حكيت بالموضوع الفلوس، انا رديت اجي العب بس الظاهر انه
وصلت معلومه غلط لهم ما اعرف، بس انا يعني ما حاكي بالفلوس اصلا. اي ما حاكي لا لا ما حكيت هاي الزوراء ما قعدت ويا اداره اصلا يعني. ويا مدرب حكيت، ما حكيت ويا اداره ولا حكيت ويا اي واحد من الاداره. زين، من خلال الزوراء والطلبه شو تولد عندك انطباع بعد سنوات طويله من الاحتراف؟ شوف اللي تشوفه برا ما قاعد نشوفه هنا، وهو يعني طبعا مؤلم بالحقيقه، لانه لما تجي تقعد ويا شخص من غير بلد، مثلا كمثال استراليا، نعم، يحكي لك على الخامة اللاعب العراقي ويجمل لك اياها، تجي اللي جاي يعني وتشوف وضعيه اللاعب، يعني شفتها بالزراء او شفتها هنا. وذني طبعا ناديين كبار جماهيرية، يعني يعتبرا المفروض التعامل مختلف يكون. يعني تفاجأت، عندنا لاعبين يعني ما شاء الله جيدين، رغم يعني العمر صغير تقدر يعني مثل ما يقول تسقل هاي المواهب، تداريها، تخليها توصل لمرحلة كلش كبيرة، لكن للأسف هذا ما موجود يعني عندنا هنا بالعراق، وهذا كلش مؤلم يعني. من خلال أنا يعني انت قلت كلش مؤلم، انا دا اقول من خلال تجربتك وتعامل الادارات خارجيا وداخليا، شلون وجدت الفرق؟ لا فرق كلش كبير، مع احترامي للادارات يعني كلهم اصدقاء لي واخوه، بس التعامل لازم نكون صريحين هنا، لانه انت اليوم تريد يعني تشيل الواقع العراقي بكره القدم، ترفع خاطر يعني يشارك بالمحافل الآسيوية أو الدولية بالمستوى المطلوب. يعني اختلاف كلش كبير عن 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 باقي الدول، ومثل ما قلت نطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يعني يشيلون هذا الواقع شوية. خسرت لين رحت لأستراليا علي؟ لا ما أعتقد خسرت، بالعكس اكتسبت هواي خبرات، ثقافة، تعرفت على ثقافات ثانية اللي خلتني تساعدني بالحياة اليومية. يعني البعض يعني جيل 2007 اللي انت كنت جزء من عنده كلهم احترفوا وتوفقوا وكانوا متواجدين وبصمه، وانا متاكد انت لو موجود بالمنطقه العربيه كان اسم علي عباس ايضا لما تمتلكه من موهبه كبيره يشار لها بالبنان، يعني للامانه هذا اللي نتحدث به. لكن البعض يقول من راح صار بعيد عن العين بعد ما حد يفكر به. صحيح، هو فعلا الطيران 14 ساعه شويه مو قريب. خصوصا تجربتنا مع المغتربين احنا ما ناجحه، وانت تعتبره كانما مغترب. فعلا طبعا هي مثل ما قلت لك، يعني لو باقي اني جزء الصوره تختلف، جزء يعني مثل ما يقول الكوريا مالتي تاخذ غير مجرى، لكن الحمد لله والشكر اختاريت انه ابقى باستراليا واشوف يعني مستقبل جديد إلي، والحمد لله والشكر قدرت أبني هذا المستقبل خلال يعني 8 أشهر هناك، رغم أنه اللغة ما كانت بالمستوى المطلوب، ما عندي أصدقاء أقدر ألتقي بيهم داخل كرة القدم داخل مستطيل، لكن قدرت الحمد لله والشكر أنه أبني لي مستقبل، وقدرت أسوي لي اسم هناك رغم أنه أنا بعيد عن العراق، جزء الأخبار ما توصل. صح، أي يمكن هسه شوية صار أكو تداخل بالمعلومات خصوصا مع المغتربين، المواقع، الاخوان المجتهدين بدأوا يسوون انفوكس قوي على اللاعب العراقي ويتحرون عنه. صح، بال2007 بعد ال2007 بعد ما قررت الرحيل يعني كانما انه انت رحت للمنفى فعلا. صح، فعلا هو مثل دفع الثمن هذا، دفع الثمن اول سنتين، لكن الحمد لله والشكر قدرت اعيده ورا سنتين ثلاثه. ما رجعت بعد للمنتخب؟ لا هو مو انا، شوف انت لما اليوم انا يعني كانت حياه مثل عاقبوك لان سويت؟ لا ماكو أي يعني عقوبة. يعني هو ماكو عقوبه، بس تغاضوا النظر عن علي عباس لان مثلا سوى تصرف انه هو قرر حياته الشخصيه بعيدا عن كره فعلاً القدم. فعلا صحيح، هو شوف بالبدايه فقاموا ما يفكرون بيك اصلا. اي لا صحيح فعلا، لانه انا بالبدايه كنت اريد يعني كلش خلص كره القدم، ما اريد افكر بيها بعد. اي يعني بعد 2007 هذا بعد 2007 القرار انه بعد ما العب كره القدم. بعد 4 أشهر التقيت باشخاص هناك، فبدا طرح انه تريد ترجع لكره القدم، فبديت يعني افكر الحمد لله والشكر قدرت يعني ارجع لكره القدم، ما كانت كره القدم ببالي يعني.
زين ليش ابتعدت عن يعني ما كانت هناك تواصل من الاتحاد كابتن حسين سعيد سيد ناجح بعد ما اجى سيد عبد الخالق مسعود دعوات اللاعبين كثير من اللاعبين يعني جو مثلا المغتربين احمد ياسين اجى ياسر قاسم بس علي عباس ما كان موجود لا هو بغض كان عليك فيتو مثلا لا ما كان علي فيتو لكن هو شوف اني يعني انا صرت بعيد لانه كان كل شيء لي كرة القدم الصراحة مستواي اللياقة البدنية مالتي أكون بأحسن مستوى فيعني كنت مكتفي يعني مكتفي يعني ذاتياً أنه ألعب كرة قدم هنا هي هاي كافيتني مو إلا ألعب منتخب وطني أي فلهذا السبب يعني عوضت غياب المنتخب الوطني باللعب في الأندية في أستراليا هو هذا الصورة ردتها لنفسي أنا أنه حتى أرضى على نفسي أول شيء قلت ألعب كرة القدم بعدين عود إذا المنتخب إجى هذا تصير نجم مشهور باسترالي الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر كم لقب عندك لقب دوري والله ما عندي دور بس جيت مركز رابع هناك اخذت افضل لاعب تصويت الجمهور وتصويت المدربين واللاعبين طيب حلو عودتك مع المنتخب مجددا عبر بوابه الكابتن راضي شنيشي شلون شفته والله طبعا هو مشكور الكابتن راضي بعد يعني مدة طويلة 10 سنوات كنت غايب عن المنتخب الوطني وجه لي دعوة يعني كنت راضي عليها لكن السيناريو كنت ما راضي عليه لأنه تعرف لما لاعب يبتعد عن المنتخب يعني مدة طويلة ويجي للمنتخب يراد له يعني أقل شيء 10 أيام 12 يوم زين وانت لاعب محترف لا هي مو تتأقلم هو تتأقلم على السريع بس مو تتأقلم يومين زين. تعرف يومين الجو والسفر يعني دعوتك كانت سريعة دعوتي كانت سريعة وكنت متفاجئ راح ألعب من البداية أصلا أها اي غير معول عليك السيد اي لا هو يعني اكو احترافية بكل شيء لازم اليوم انت لما تريد لك لاعب يطول اكثر يفيد يفيد المنتخب لازم تسق له شوية شوية مثل ما سووا ويا بعض اللاعبين اللي جابوهم من برا شويه شويه خلوهم يندمجون ويا اللاعبين مو انت تختلف عن اللاعبين الاخرين لا مو انت ما تمتلكه من خبره يعني انت لاعب من جيل 2007 هو هذا مو عذر طبعا بس انا اقول لك يعني المفروض كان يكون هيجي مو بس على علي عباس لاي لاعب انت اليوم تشوف لاعبين لما تريد تجي تخليه يندمج ويا الفريق لازم شويه شويه يعني يندمج ويا اللاعبين يتعرف على اللاعبين قتلك الكابتن راضي شنيش؟ لا ما اعتقد قتلني لكن مرات كل انسان يصير عنده سوء تصرف اعتقد اساءة تصرف او اساءة تصرف يعني التصرف مو انه تصرف لما اليوم انا اقرر يجوز قرار كان مو صائب بس انطاك الفرصة الحقيقية وانت ما قدرت تتوفق بهاي الفرصة؟ أقول لك أنا اليوم حتى إذا أحكي على السيد الزين أو الموزين ما راح أقلل من شأنه ولا لا أبداً بالعكس لأنه هو تعرف بعد إلى تأريخ كابتن راضي لاعب مجتهد مدرب جيد ما شاء الله أخلاقه رائعة أي. فقلت لك يعني كان القرار مو صائب لهذا السبب أنه هو كانت عليك ضغوطات زين ليش ما قلت له ما لعب؟ اليوم من يطلب المدرب قل له نفسياً أنا ما جاهز لا ما تقدر لأنه ليش؟ مو أنا أتحدث وياك أنت اليوم كأجنبي لأن عشت أصير صريح وياك أي لازم تكون صريح يعني مثلاً إحنا نسمع بأوروبا يقول لك عندما اللاعب يكون مو بحالته يطلب من المدرب يقول له أنا اليوم ما جاهز أو لا, هو لا تخليني مثلاً بحساباتك مثلاً بالشوط الأول لا مو أنت مرات اليوم لاعب ما تريد تعطي نقطة ضعف للمدرب يستعملها عليك وبالأخص بهذا الوقت أكثر المدربين لما تنطيه تشرح له عن حاله يحسبها نقطة ضعف أو تهرب من المسؤولية فأنا ما حبيت أنه أتهرب ولا أنه أعطي نقطة ضعف عليه زين أي فلهذا السبب أنه ما راح أتعارض قراره ولا ولعبت شبه يسرى لا وسط تك يسرى الحمد لله وسط أنا ومهاجم يجوز ما حد يعرف قعدت وياه قبل المباريات لأنه أنا لعبت قدام هذا المدرب كثير وأعرف طريقة لعبه يعني إذا ترجع للمباريات أكثر لاعب قطع الكرة كنت أنا لأن أعرف إيش راح يلعبون فشرحت للكابتن وحبيت أساعد الفريق وأساعده همين شلون يلعبون شلون يهاجمون شلون يدافعون فكنت زي موفق الحمد لله والشكر بس لكن أكو هفوات يجوز صارت بالتلفزيون لعلي عباس بس هي مو لعلي عباس سبب القوال إنه غير لاعبين مو علي عباس أنا هسه مو أدافع نفسي عن نفسي لكن بس انتو كتيم هو الفريق كتيم اي بس اليوم انت كمدرب اليوم انا حتى شفتها يعني جيت اللي جاء شفت اليوم لما تلعب ضد فريق
كبير لازم كل شيء تخلي له حلول. اليوم الكورنات لازم اخلي نقاط لاعبين منو اللي ياخذ اللاعب زين، هاي ما قاعد اشوفها بالعراق ولا يعني يعني شنو التفكير المدرب مالتنا يختلف عن تفكير المدرب الاوروبي؟ ما يخلون يعني عندكم واجبات خاصه؟ واجبات خاصه. اليوم انا اسوي كورنات فلان ياخذ فلان، او حتى اذا ما عنده اسماء يخلي اماكن يقول له انت تدافع على السته، انت قريب على الجول. لا شلون هاي ما كانت يعني جيت هذا على مستوى منتخب على مستوى منتخب انا احكي لك انا احكي يعني الصراحه هاي لا زي لا شلون كانت الامور تدار وين بالمنتخب يعني ماكو الشخص ينطي يعني طريقة لعب خطوط عامة إيه بس هاي خطوط يعني ماكو واجبات خاصة؟ لا ماكو واجبات خاصة. اليوم أنت مدرب لازم كل شيء 90 دقيقة بثواني تغير لك المباراة كلها. أها. فهاي الاعترافية يعني. زين يعني فييرا كان عنده هذا الشيء؟ فييرا موجود عند. أها. دفاعياً الجول اللي صار على السعودية. لا مو أنا أسمع يقول لك فييرا ما له فضل على. لا 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 لا. اللاعبين موجودين يسمعون كلامي. الجول على فكرة التصريح هذا الكابتن نشأت أكرم الجول اللي سواه يونس كم مرة تدربوا عليه الوليد كورنات الجول اللي سواه يونس ايه الكورنات وخب يبقوا ربع ساعة الوليد نشأت ايش قد يلعب فري كيكس خب أنا موجود هسه يعني الصراحة والله موجود بيناتنا إن شاء الله زين كل العالم ليش ما له فضل يعني شنو ما له فضل مدرب ما له فضل بالأردن احنا موجودين اتذكر لاعبين ظلوا يبكون ورا التمرين اجى راح انصاب ولعبنا حديد وهيك هاي كلها موجوده يعني كانت تمرين اكو واجبات تمرين بشده عاليه اي واجبات كابتن رحيم يسمعني طبعا موجود واجبات على الصبوره من الكورنر من لعد ليش دائما يريدون يقللون البعض انا اقول مو الكل البعض يحاول يقلل من شان فييرا مع المنتخب أو من الإنجاز اللي تحقق اليوم البعض يقول لك فييرا ما قدم شيء هو جيل جاهز بناء الكابتن عدنان يعني وهذا مشي وتأقلم الجيل مع بعض أي شخص يقدر يوقف عليه يأخذ بطولة لا ما أعتقد لأن اليوم أنت هسه برنامجنا هذا اليوم مو بس استاذ عمر يشتغل مو سايد ولا كتيم عد كتيم اليوم اذا فقدت واحد ما راح تشتغل باللي تشتغل بيه طبعا انت. راح يكون ما أعتقد أنه مدرب رأس الهرم ما راح يساعد فريق يوصل لهاي المرحلة. سبق وأن يعني سبق وأن شفت أنا بعيني شغلات ساعد بيها الفريق هواي. أول شيء التدريب العالي، الشدة العالية، المساعد المدرب اللي كان وياه. طبعًا نسيت اسمه. كان يدرب كارلوس اسمه. لا لا مو كارلوس. أو مدرب اللياقة. إيه كان يدرب الفريق بشدة عالية يعني أول أو بالأردن. يعني استفاديته. استفادينا يعني أنا بالنسبة لي رغم إنه لعبت قليل. يعني كانت أكو طريقة لعب. كانت طريقة لعب. وأكو واجبات. واجبات. يعني مو أحمر. يعني الجول اللي قوله يونس كورنا من هوار كنا ندرب عليه كانوا يدربون عليه. يعني مو كل واحد بكيفه. واجبات. مدرب أجنبي زين هاي بال 2007 بعد 12 سنة ايش لقيت أو بعد 10 سنوات ايش لقيت يعني بالمنتخب أو اي بالمنتخب اختلاف كبير يعني أكو شغل يختلف يعني وين لاعب ولا المدرب خصوصا أنت لعبت مع جيل نقدر نقول أنت اللاعب والمدرب تقصير بهم اثنيناتهم تقصير بهم اثنيناتهم يعني اللاعب هم يلتزم بواجبات المدرب لاعب ما يلتزم بواجباتي يعني بلاعبين المنتخب مو كلهم بس لكن بعض اللاعبين والمدرب ما ينطي واجبات المدرب ينطي واجبات ينطي بس اكو يعني الفري كيكس الكورنرز هاي لازم كلهم تعطيها واجبات لانه هي من ضمن المباريات هسه اغلب الفرق يفوز من خلال هذا الفري كيكس الفاولات قليل احنا دائما نقول نفتقد للقائد داخل الميدان هذا وجدته موجود لان اريد اسالك سؤال بعدين مرتبط باجابتك اي لا شوف هو القائد من يصنع المدرب اليوم انت اليوم أنا أصنع لي قائد كمدرب داخل الساحة نعم فما راح يجي يصنع نفسه هو أنت كمدرب تجي تشوفه هذا بمواصفات خاصة زين. قريبة علي أنه هذا راح يساعدني داخل الملعب زين لقيته هذا من إجيت في مباراة أستراليا السعودية مع احتراماتنا يعني اللاعبين الموجودين لا ما موجود هذا زين بال 2007 كان يونس مدرب حقيقي داخل المستطيل الأخضر شوف يونس كان موجود كقائد بس عندنا لاعبين قادة موجودين يعني نشأت هوار قصي
كلهم ذول يعني قادة داخل الملعب، لكن الإشارة بيد يونس هم يعني له دور كبير. يونس أنت اليوم حتى لا إذا ما تحكي بس منشوف اللاعب يتحرك ويقتل نفسه داخل الساحة هذا ينطيك حافز إنه تريد تسوي نفسه. أكو تكتلات جون في 2007؟ لا ما أعتقد، بالعكس القلوب صافية كانت ولهذا السبب حق اي لا لا اعتقد لا عديش دائما يقولون انه جيل 2007 احزاب فريق مسيطره مجموعه عليه بيدهم يغيرون مدرب وبيدهم يجيبون مدرب. لا والله ماكو هيك يعني الصراحه اني انت شاهد على هذا شاهد انا هسه شوف انا من راح احكي بعض اللاعبين راح يتذكرون القعدات والسوالف يعني نقعد بالغرفة غرفة الإداري ونقعد شاي ونسولف وسوالف حلوة ما أعتقد حتى خلي أحكيها بالعامية كنا نلعب دعاول سوا كنا أي والله بس هاي الـ 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 الأشياء يجوز مثلا تظهر أكو بعض الناس تريد تستفاد من هذا الخلاف لكن ما أعتقد أنه صار خلاف ببطولة آسيا لا ما أعتقد ما أي اختلاف لا صارت بعض الاختلافات بكوريا تهموا يونس انه هو كان يبدل بكيفه وفييرا ما له علاقه على المشاجره بين نشاه الصور وكرار جاسم انت كنت على دكه المدرب مباراه تايلاند الصور يعني شنو قصدك بدلوا نشاه بدلوا كرار من ورا نشاه اي يعني صارت مشاده كلاميه شوف انت اليوم لما اشوف شيء بالتلفزيون تقدر تأولى على على حريتك بس انا عندي معلومات خاصه لا هو انت معلوماتك الخاصه اي بس انت لازم تطيني تاكد هذا الموضوع او تنفي لا ما شفته هذا الموضوع. يعني ما صارت عركه صارت عركه بس ما شفته هي وايد عركات صارت بس مو عركات انه مثلا اني توصل المرحله انه يعني المدرب بدل ما تكسرت كراسي بالمنزع وبيا وقف من 2007 لا ما اعتقد يجوز بكوريا الجنوبية إيه احتمال بس بآسيا لا. كوريا صارت مشكلة؟ صارت مشكلة يعني مشاكل تصير تعرف لما تروح بعيد عن أهلك شهر أو شهرين ظل تتعارك وين الحائط أي فأعتقد يونس أو نشأة طلبة وجلسة تصير بغرفة أحد اللاعبين وبعدها ليش كان أكو خلاف بين يونس ونشأة؟ لا 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 هم طلبوا أن نقعد بهاي الغرفة ونصارح لأن تعرف الأوضاع كانت بالعراق زين يطلع كل واحد اللي بقلبه على الثاني اي يعني مصارع مو مصارحة وإنما نريد نصير قلب واحد صفون القلوب نفرح هاي الناس اللي كانت تتأذى بالعراق كان بها أثر إيجابي هاي المصارحة كلش كلش يعني قرينا الفاتحة والحمد لله والشكر من بعدها رحنا غير نفسيات حلو خلي نروح إلى بعض الصور اللي محضريها اليوم في برنامج حديث الملاعب هنا نشاهد بالشاشة الصورة الأولى شباب صونة آي بعد ديل بييرو بعد مباريات ملبن سيتي صارت مشادة كلامية بين وبين ديل بييرو فالمدرب طبعا طلب من عندنا أن نصالح فصالحنا وفخلينا هاي الصورة أنا وياه فهو على أساس أنه أنا الغلبت بهاي الصورة لكن بعدها الحمد لله والشكر طلعنا على مأدبة عشاء أنا وياه وصالحنا صالحته هم مشاكل لا مو مشاكل لازم خلاف داخل الملعب بس الحمد لله والشكر قدرنا نتلافى والحمد لله تربطنا علاقه كل جيده بي و طبعا هذا الصوره الاخرى فييرا شخص انه اقدر اقوله اب ثاني لي لانه استفادت من عده كمدرب شلون اكون محترف بتدريباتي بحياتي الخاصه هاي طبعا صورة باستراليا بعد السحبة اللي سحبت كأس آسيا كان بيها المدرب للكويت منتخب الكويتي هواي قدم لك فييرا هواي ماني وقدمك هو الحمد لله هو طبعا بعدين عرفت انه هو قاتل على مودي انه اكون بالمنتخب شلون تمت دعوتك خصوصا انه احنا كان ما عندنا منتخب اصور سووا اختبارات صح قبل بطولة غرب آسيا سووا منتخب وروح وراحوا كان كنا بالارض المنتخب الاولمبي عندنا مباريات مع الهند لعبت بها اخر سبع دقائق نعم فاجى للتدريبات كنت لابس حذاء اصفر كان لاعب رونالدو يلبسه زين فالظاهر هو قال لهم سجلوا اسمه هذا اريده شافني بالتمرين فصارت مباريات ضد الاردن نعم ف
اللاعبين الكبار كان يونس ونشأت وهوار ما أعتقد يلعبون فلعبوا التشكيلة الثانية أنا كنت من ضمنها. فلحد هسه أتذكر إجى قال لي هو يحكي عربي طبعاً قال لي أنا قاتلت على مودك ولزمني من خدودي قال لي أريدك تبيض وجهي. فالحمد لله والشكر قدرت أبيض وجهه وأقدم مستوى فمن يمها الحمد لله والشكر توفقت. مباراة السعودية كانت غير شكل. مباراة السعودية الحمد لله وشكر. أنا شوف ما لعبت بس لعبت ضد عمان. ضد عمان وضد السعودية. أخير نص ساعة ضد السعودية كان لها طعم خاص تعرف. كابتن باسم عباس انصاب آخر دقائق. أعتقد رحيم حميد صار علي لأنه هو قال له صي علي. فالحمد لله وشكر كنت سويت حماه وجيت كان لها طعم خاص طبعا لعبة السعودية. لها طعم خاص مباراة السعودية تعرف الأوضاع الشعب كان يريد فرحة الحمد لله والشكر قدرنا نفرحة والحمد لله أنه كانت فرحة كبيرة. أهم إنجاز لعب. أهم إنجاز بالطبع إنجاز لا ينسى بعد التأهل لكأس العالم 86 و 2007 إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى اللاعبين بالمستقبل يحققونه لأنه هذا شيء نفتخر به كنا كعراقيين إن شاء الله. طيب صورة الأخرى شباب هاي بعد إصابتي طبعاً صار عندي الـ ACL وهو الكارت اللي يسمونه بالعراق. نعم. طبعاً دكاترة هواي حكولي إنه صعب رجوعك راح يكون لكرة القدم. لكن الحمد لله بفضل هذا الدكتور وبفضل الله سبحانه وتعالى إنه قدرت أرجع والحمد لله. رجعت إيه الحمد لله بعد إصابة طبعاً طولت سنة وأربعة أشهر. سنة وأربعة أشهر وبعدين عدت. بعدين عدت إيه الحمد لله. درايسك بالنادي بعد موجود. موجود إيه. تيم مازغروف هذا الدكتور اللي هو مشهور بالعملية الرباط الصليبي الـ ACL. هواي رجعوا لاعبين رجعهم. طبعاً ثلاث دكاترة قالوا لي ما راح ترجع تلعب. إيه لكن الحمد لله وشكر مثل ما قلت بفضل هذا الدكتور رجعت. طيب صورة الأخرى شباب نأخذ ثواني هاي الصورة كبيرة بالنجوم الموجودين طبعاً وأنت هم كبير تسلم حبيبي أستاذ ديل بيارو وبوفون بوفون وبيرلو هاي عفواً بيرلو أي هاي نجوم الدوري الأسترالي ضد يوفانتس كانت مباريات جميلة طبعاً وكنت أفتخر بها لأنه اليوم لما تشوف نجوم بهذا الحجم كبار تحب تستفاد من عندهم فالحمد لله وشكر توفقت وقدرت ألعب ضد هيك نجوم هم أخذوا وياك صورة كبيرة والله هم كانوا واقفين ويدي البيارة وجيت أخذ صورة وياهم جميلة هاي الصورة جميلة جميلة خصوصا نجوم كبار صورة عالمية نقدر أي الحمد لله طيب صورة الأخرى شباب يعني هم هنا أعمارهم بالأربعين 42 سنة ما شاء الله وأجسامهم تقول 28 أو 27 سنة لا تقول أعمار 40 يحبون يعني يتدربون الأكل مو مثلنا شنو الدروس والعبر الواحد يتعلمها من هؤلاء تحترم النجوم. عملك أول شيء احترام عملك اتقان اللي التدريبات الأكل تسمع واجبات المدرب الأشياء اللي تخليك تكون معترف لازم تسويها النوم الصحيح أكو احتراف حقيقي اليوم عند لاعبين العراقيين؟ لا ما أعتقد أكو احتراف مو هي البيئة اللي تجبرك أنه ما تكون معترف اليوم أنا لما أجي أدخل النادي كل شيء متوفر لي يعني أبسط وسائل ما تلقاها موجودة لا يعني مثلا أنا قبل يومين أو قبل أسبوع مؤتمر صحفي للكابتن عبد الغني شهد قال لاعبين إلى الآن ما يعون الاحتراف الحقيقي لأن اللاعب يظل سهران طول الليل لا. يقعد متأخر يأكل بيضة واحدة وبعض اللاعبين ما يتريقون ويشرب ريد بول ونستلة ويجي للتمرين لا فشلون راح ينطي شوف هي عدم يعني الوعي اليوم أنا شلون وعي اللاعب يعني موجود هناك يجيبوا لك شرطي
يشرح لك على قوانين الشارع. الشرطة ما يتدخل بالرياضة لكن يريدوا يثقفوك. كل شيء يثقفوك. الأكل يجيب لك شخص يعلمك شلون تأكل شلون تشرب شو الأوقات اللي تأكل بيها. بس أنا أكثر لاعب أكثر مدربين يجوز يعرفوها. يقول لك قبل الساعة قبل المباراة 3 ساعات لا تأكل. هي أكبر غلط. لا لازم أقل شيء قبل الساعة بساعة وخمسة وأربعين هيجي يسموها بري ماتش ميل. يعني قبل المباريات تأخذ أكلة خاطر تنطيك طاقة تكمل هذه المباريات. زين إحنا هاي ما موجودة عندنا. اللاعب يقول لا تأكل قبل 3 ساعات. شون بعد شون تجيني الطاقة أنا أقدم مستوى. فما قاعد نشوفها هاي تثقيف اللاعب. اليوم أنا أجيب لي يعني أجيب مدرب يشرح لي على الأكل. فتعرف اليوم لازم نشيل بهذا الوضع إنه نثقف اللاعب أول شيء. زين هاي مسؤولية منو؟ مسؤولية المدرب واللاعب الثاني. زين اليوم احنا نسمع عن تواجد مثلا اشخاص اطباء بالتغذية بالتفاصيل الامور هاي. احنا اسألك بما انه انت متواجد بالسرالي، هذا موجود ضمن الاندية انه مثلا طبيب اختصاص يكتب لك انه وجباتك التفاصيل او الاكل اللي يخدمك انت كرياضي لو تعتمد على نفسك؟ لا ما تعتمد على نفسك. هو شوف انت قبل لا تجي اول ما التحقت في الفريق يجي المدرب للياقه البدنيه. طبعا هو مو بس مدرب لياقه بدنيه. نعم. لان لازم يحتاز على شهادات تعرف الاكل وغيرها وغيرها. لازم يكون بروفيسور بعلم الرياضه كله. اها اي فيجي يقدم لك ياخذ لك صور يشوف جسمك يقول لك طولك ايش قد لازم انت تكون بهذا الوزن والوجبات اللي تاخذها خلال الاعداد. تعرف الريوق يكون بالنادي والغداء يكون بالنادي. لكن الريوق والغداء يكون بالنادي؟ اي والعشاء يبقى على اللاعب يعرف شكل اللاعب. يعني الريوق والغداء يكون بالنادي؟ لازم. معلومه مهمه جدا. اي لازم يكون. واكو اللي يسموها السبلمنت. بساعة انت تكون موجود بالنادي؟ اني هو الحضور لازم يكون 8:30. انا اكون صباحا. صباحا 8:30. اي عندك تمرين ما عندك تمرين تكون متواجد؟ لا لازم هو الحضور 8:30 التمرين يبدا 9 او 9:30 لان تعرف مثلا اكو لاعبين. كم ساعة التمرين؟ يعني اكو اختلاف مرات 1:30 مرات 2 ساعات قريب على المباراة يكون اقل 45 دقيقة. اي تتمرن كله صباحا؟ صباحا. الاستشفاء يكون اكثر. اها اي لانه تعرف مرات انت من تتمرن العصر وتروح للبيت يصير عندك ارق الجهاز العصبي ما يشتغل الا بعد 2 ساعات. انه بيشتغل الجهاز الهضمي بعد 2 ساعات. يلا يعني هسه احنا بالعراق الامور كلها مختلفه عندنا. اي مو تعرف انت قبل النوم لازم تكون عندك اقل شيء 4 ساعات من جسمك. شلون انت السياره معطلها ومخليها نايمه بعدين تجي راسا تشغلها. فالتمارين الصباحيه تعطيك نشاط اكثر. يعني هو يمرنك الصبح حتى يضمن غذائك الصحيح صباحا والظهر وتبقى وجبه العشاء عليك. اي كون ما بيها يسموها هاي يوميه بالتمرين لازم هاي يعني. تطلع خساره على الانديه. نروح نعم العراق. خلينا نروح الى فاصل. بعد الفاصل نكمل في حديث الملاعب. لا تذهب بعيدا ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. علي عباس ويانا اتصال هاتفي. قول الو واخذه. الو. يا شباب يلا عودونا الاتصال حتى نشوف علي مقدم زين لو مو مقدم زين اليوم بالحلقه. هاي كامرتك. اوكي ويا كامرتك حتى من يكون جاهز الاتصال ونشوف ايضا مدى ذكائك انه تميز بالاصوات تعرف الشخصيات لو لا اللي ويانا اليوم بالبرنامج. المن مشتاق يعني اكثر شيء اشتياقي من اكون هناك الحجيه. اي الحجيه اليوم شفتها قبل لا اطلع. زين. بعد الاكل العراقي شنو وضعه؟ والله الاكل العراقي لو انت بعد خلص. لا لا انا شويه احاول اقطع الاكل العراقي هالايام لاني سمن.
هسه تقدر تقول الو. الو 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 وياك حجية وياك مقدم برنامج علي عباس من حديث الملاعب، تفضلي. شلونك يمي؟ هلا يمي، شلون اخبارك؟ شلون احوالك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. شلون علاوي؟ شالع قلبك لو لا؟ لا لا علاوي مريح، لا شالع قلبه ولا. ها يعني ما عنده متطلبات هوايه؟ لا لا بس شاي بس شاي. شلون ويا الغداء؟ همي انا يفكر الا هاي والا هاي لو شنو الموضوع؟ لا والله علي مريح وحباب حبيبي. زين شو تريدين تقول لي له العلاوي اليوم وكل الجماهير؟ الصحة والعافية والزواج. زين لقيتي له مرة لو شنو؟ والله يا جماعة تريديها منا لو منك اخاف ياخذها؟ بس كوني يقول اريده. شلون؟ بس كوني يقول اريده. اريده يستقر. ايه. ايه والله. زين راح تريديها منا انا لو اخاف يجيب لك وحده استراليه ما تستقبليها؟ حتى لو استرالية سكر عراقية استرالية بس المهم يتزوج. بلي عجبه الله 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 يديمك والله يخليك خيمه فوق راسهم ان شاء الله ويحفظك من كل مكروه. الله يسلمك. ابقوا ويانا حتى سمعين اخر كلام من علي. شو تقول للحجيه؟ والله الحجيه تدلل، تعرف انا كنت هناك عندي علاقه لكن شويه الامور اختلفت وانقطعت العلاقه، فحبيت شويه اخذ بريك وبعدين ان شاء الله اكون مستعد للزواج ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا إن شاء حجيه نورتينا اليوم بالبرنامج. شكرا جزيلا لمداخلتك ويانا. بس شو وقت راح تتزوج؟ والله ان شاء الله هذا طلب مهم جدا. لا هو اهم شيء الحجيه طبعا، صار مده كبيره تلح علي طبعا. مثل ما قلت شوي الظروف اللي خلتني شويه ابتعد عن هذا القرار، لكن الحمد لله والشكر عن قريب الحجية راضية حتى لو استرالي. ما مختلفة ان شاء الله هي وياي عن قراري والله، وان شاء الله زين من قرار مشاكس انت؟ لا الحمد لله مو مشاكس، لكن مرات الحياة تتطلب ان تكون مشاكس بعض الاحيان، لكن الحمد لله اعتقد انا انسان هادئ ما احب المشاكسة. ما تحب المشاكسة؟ لا لا قليل. خلينا نشوف طونة شباب، خلينا نشوف مشاكس طونة. طبعا شوفوا لما تجي للبيت لازم توضع اشياء تبقى للذاكره. تبقى للذاكره انه خاطر تعرف الصغار من تسوي اشياء جميله وياهم يحبون يذكروها للابد، فدائما احب اسوي هاي الاشياء وياهم. هاي انت هيك مو مشاكل؟ هذول منو بالفيديو؟ اولاد اختي حسون ورسول. زين ما يقعدون من النوم؟ لا ما يقعدون، بس انا الصراحه اسبوعين ما نمت من وراهم. اها ايه لان يردون يرجعون اللي سويت عليهم. ظليت قلق فما نمت اسبوع والله. ما نمت اسبوع؟ ايه قلقوني طبعا انا واخ نصير هنا ابن خالي عزيز قلبي هذا. اكثر واحد مشاكس بالمنتخب الوطني منه؟ يعني يضحك محمد علي كريم. قلم اكثر واحد يضحي؟ اي يعني طبعا تربطنا علاقه بطيبه ودائما ارتاح من اشوفه واضحك بس اله. مضحي مكانك لازم شايل هواي عنك. شاقف مثل ما نقول. كلش. لا لا كابتن محمد طبعا اللاعبين الجيدين والمرحين بشكل مو طبيعي. زين اهم موقف شقفوا عنك محمد علي كريم؟ قالهم بالعائله. زين ان شاء الله مستقبل كبير ان شاء الله. انا اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله جميع خلال مسيرتك الرياضيه القادمه، واتمنى لك ايضا انه الزواج والاستقرار. شكرا مثل ما الحجيه تطلب من عندك. شكرا لك استاذنا وشكرا لقناتكم، اليوم خليتنا تشافنا للجمهور من جديد، وان شاء الله التالق لكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله التالق والازدهار. ماهر حسان طبعا هم شكر له خاص. شكرا لك سالم. شكرا جزيلا لتواجدك واتمنى لك الموفقيه في مسيرتك الرياضيه. وايضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا باكر وحلقه جديده ومهمه من برنامج حديث الملعب. تقبل تحياتنا عمر رياض وتحيات فريق العمل. الى اللقاء.